أنا دكتور كلير عوادة، متخصصة بالبرمجة اللغوية العصبية وتحديدا ببرمجة الأفكار. اللي حابة أحكي عنه اليوم هو عن الأحلام والطريقة الخاطئة اللي الناس بتترجم وبتفسر الأحلام. يعني هو العقل عادة تخزين معلومات، والأحلام عبارة عن هالمخزونات اللي موجودة بالعقل الباطني بتطلع بطريقة سيمبلز. يعني أوقات بنشوف إشياء ما إلها تفسير، بس هي عبارة عن سيمبلز ونحن فينا نفسرها، فينا نترجمها وناخد النتيجة منها. وعلى فكرة الأحلام موجودة لشغلتين، واحدة منهم هو venting out، يعني venting out منخرج كل النيجاتيفيتي منها. وهلأ بشرح النقاط، في عنا ثلاث أحلام بنمرق فيهم، وفي كمان اللي نحن بنستفيد منها ونشوف السيمبلز وبتعطينا الهدف. يعني بنشوف شو بيصير معنا دكتور، اي وهيدا في له توقيت معين. نعم بنشوف، بنسميها رؤية. ففي ناس بتضيع بين هو وين الحلم وين الرؤية، يعني لما بيقولوا شفتوا هيدا الحلم كأنه منام حقيقي. هلا خليني بلش بقصة الفنتينج اوت واشرح لهم اياها لما بيحلموا. فنتينج اوت يعني عم نخرج كل، انا بسميها الجاربج، الزبالة اللي موجودة بالعقل الباطني اللي بناخدها من الحوادث، من الحروب، من المشاكل. لحظة، نحن ونايمين بنطلع السلبية؟ نعم بالاحلام. بس المشكلة يعني اذا شفنا حدا عم نضربه ات مينز انه عم نطلع الانجر اللي جواتنا. مزبوط. في سيمبلز، في إلى حقائق، بس أنا حقول الفنتينج أوت هون أنا بعنيها بطريقة مختلفة. شو؟ يعني أنا لما بحلم حلم وجه الضوء أول ما بوعى الصبح، الفجر هيدا الفجر ولا الصبح؟ الصبح. يعني نفرض أنا السكجول تبعي بوعى 7 الصبح أو 8 الصبح أو 9 الصبح. الحلم نحن ما بنتذكره من ساعات، بتكون أنت حلمانه بهيدي التكة، بهيدي اللحظة لما بتوعى من النوم وتقول شفت هيدا الحلم. هيدا الحلم ما مرق عليه ساعات، هيدا الحلم حصل بهيديك اللحظة. شو معناته؟ معناته أنا شو في إشياء ضغوطات بحياتي وزعجتني بدي كبها برا. أنا لما بعمل هيبنوسيس للأشخاص بأول سيشن التنويم الإيحائي بقول لهم you gonna vent out everything is bothering you in your dreams. يعني أنت لازم تكب كل شيء زعجك بحلمك، حتكبهم برا. لأنه العقل عبارة عن مخزونات فايلات. إذا العقل ما طلع هيدي الانفورميشن لبرا مع التكرار، إذا ما حلم العقل وعملوا عليه اختبارات، بصير بفوت بمرحلة الهوليسينيشن، يعني التخيل. بصير هول الأشخاص بيقولوا أنا شفت جوست أو أنا شفت كذا. هو مش شاف جوست، هو مجرد تراكم مجموعة من المعلومات وعدم النوم، قلة النوم، لأنه الإنسان تاي to vent out، يكب هيدي الانفورميشن برات العقل ليفتح مساحة لانفورميشن جديدة تفوت على عقله. نعم. طب إذا ناس ما بتحلم ولا هي بتفكر إنها ما بتحلم؟ بتفكر ما بتحلم بس ما بتتذكر. ليه ما بتذكروا؟ في ناس كتير ما بتتذكر أحلامها، خصوصي اللي بياخدوا مهدئات أعصاب. مظبوط، في ناس كتير ما بتتذكر أحلامها، العقل بروسس والمخيله تبعيته ما بتذكر الحلم. فنحن بنختلف نوعيات الاشخاص كيف طريقه البروسس الانفورميشن. هلا قلت اللي بيحلم الصبح بيكون عم بكب كل الوسخ. بالضبط، كل طيب. الوسخ. نعم اللي بيحلم على الفجر، او كيف بده يعرف انه هيدا الحلم اجى على الفجر؟ بفيق منه، بفيق وبيكتب. لازم يكتب. نعم، يعني انا اذا بحلم حلمي 3 4 الصبح، هيدا اسمه ما بدي اقول تنبؤ، اسمه رؤية. هيدا اسمه رؤية. ليه الفجر يا دكتور؟ تعرفي ما هل انت متأثرة انك مسلمة ولا هو العلم عم بيقول؟ هو العلم عم بيقول هيك. اوه، اكد انه اكد العلم حتى نوم الفجر. نعم، ومنام الفجر عفوا هو عبارة عن رؤية. رؤية، رؤية بيشوف الانسان. الناس بيفتكروا الذاكرة هي عبارة عن ماضي لما بنقول بالذاكرة، بس ما بيعرفوا انه الذاكرة بتخزن المستقبل والماضي. الميموري مش بس ماضي، الميموري هي من اول واللي بنشوفه بعدين، وبنشوفه على طريقة رؤية. ومين اكتر ناس اللي بيشوفوا رؤية؟ اللي هني اكتر ناس بيعملوا مديتيشن، اللي هني اكتر ناس بيصلوا، اكتر ناس متصالحين مع نفسهم، ما بيكرهوا بيشوفوا الامور وبتجيهم واضحة.
وبيقشعوها واضحة. هلأ في ناس بيجوا بيقولوا لي نحنا بنشوفها بطريقة رموز، فأنا بقعد معهم وبساعدهم، لأنه الرمز مش مثل ما بنشوفه بتفسير كتب الأحلام. الرمز بيختلف من شخص لشخص، كل شخص الرمز له معنى مختلف تماما. يعني حسب الشخص، إذا شاف حي مش مثل ما أنا بشوفه أنت بشوفيها. بتعرفي ليش؟ ليه؟ روحي على أمريكا. أمريكا البومي it's a good luck، بينما بالدول العربية it's a bad luck. مزبوط. فمعناته حسب نحنا الكالتشر تبعنا، وحسب نحنا كيف مخزنين الانفورميشن. فمعناته إذا أنا عربية عايشة هون شفت بومي، ساعتها أنا عندي بالتفسير تبعي إنه شيء مش منيح بالنسبة لإلي رح يحصل. بينما إذا جبتي أمريكاني وشايف البومي بالنسبة لإله it's a good luck، بيجيبوا البومي بحطوها عندهم. دكتور كلير، عندك استعداد نطلع على الفيسبوك لايف ونحكي بهيدا الموضوع؟ أكيد وتردي أكيد على الناس؟ أكيد أكيد. وتفسري لهم أحلامهم؟ طبعا طبعا. بشكل علمي؟ بشكل علمي نعم، بشكل علمي، خليهم يستفيدوا يعرفوا انه اللي بيقروه اوقات اسمه subliminal messages، يعني لما بيفسروه عزوقهم بيقوم بصير مثل ما فسروه. واو. لانه اسمه subliminal message، يعني مسجات إيحائية للدماغ بتخليه توجه طاقته لتحدث هيدا الاشياء عنده، ايجابي او سلبي. ايجابي او سلبي نعم. وفي عنا اول الليل لما بينام الشخص، مثلا نام 10 او 11 او 12 بالليل ووعي بعد نص ساعة، هول الاحلام بنسميهم wishful thinking. يعني ما أتمناه، ما أتمناه وعم فكر فيه قبل ما نام، وعم بيمرق على راسي كتير وعم بشوف هيدا المنام. هيدا ما بيعني شيء، هذا مجرد تمنيات. إذا نحطوا كومنتس وانتصرونا نطلع لايف مع دكتور كلير عوادة، عايشة بلوس أنجلوس، رح أعرفكن عليها أكتر. أما اللي عم تحكيكم من خلف الكاميرا طبعا عرفتوني من صوتي نداء الأحمدية.